شكون سي اون في اون امي اللي تعرفت عليها غير في الانترنت. تمام صراحه ما نتلاقينا وقيله الا ما خصني نكذب وتعرفت عليها في الانترنت وكنت كنغني ا ديستانس عجبها صوتي وسمعت بالبرنامج ديال ستارلايت وانسيستات عليا قلت لي لا خصك تشارك ضروري. انا صراحه ما كنتش مع الفكره 100% مي انسيستات هي ديال بصح لدرجه انها هي كتقول لي شنو سميتك عطيني صيفط لي شي فيديو هي كتلوح صافي يعني تكون سميتها هدى البنت هي اللي شجعتني. مي زعما ابار هي زعما تقريبا والديا وصحابي وكاع الناس اللي كيشوفوني كنغني كيقولوا لي خصك تشارك في شي برنامج. مي زعما هاد البنت هي السبب ديال ستارلايت. وشنو سي لا باسيون سي ديك الحب الكبير اللي عندي ديال الموسيقى ديك باغي نوصل بالموسيقى باغي نعطي في الموسيقى داكشي علاش شاركت في ستارلايت. صراحه الاكسبيريونس ديال ستارلايت هي واحد الاكسبيريونس اللي واعره بزاف وتعلمت فيها بزاف ديال الحوايج. علمتني نكون بروفيسيونيل علمتني نعرف الموسيقى اكثر نعرف اللايف اكثر. شنو اخر ستارلايت هي واحد المسابقه اللي كتتحول فيها من ارتست هاوي الارتست بروفيسيونيل و شي حاجه زوينه بزاف. صراحه ما نكذبش عليك ما عمرني شاركت في مسابقه في حياتي ديال الموسيقى ولا الغناء وخسرت. زعما الا ما خفت نكذب ديما وقيلا البرومي. وفاش كنت غندخل ستارلايت قلت اجي دابا نتايا ما عمرك خسرتي اش غدير في هذه المساله هذه. وصراحه كنت داخل على هذا الاساس ديال انني ما خصنيش نخسر. وسولوني في الاول وقالوا لي علاش جيتي قلت لهم باش نربح. مي صراحه واش متاكد 100% لا كنت زعما واحد يزيد واحد 80% ولا 80% زعما ربحت نقول. صراحه انا ما ناويش نبقى في ستيل واحد انا ناوي ميكسي ما بين بزاف ديال لي ستيل علاش لا. مي زعما لا باز ديال داكشي نقدر نقول لك مثلا شي حاجه كلاسيك روك جرانج شي حاجه اللي هي اندر ولكن نقدر نردها شويه محبوبه وزوينه وتعجب الناس. اوكي كنبغي نقول لكاع الناس اللي ناويين يشاركوا في الموسم الجاي ستارلايت ولا اللي ناويين اللي باغيين يوصلوا في اي حاجه وحتى الموسيقى زعما غير يبداو ويثقوا في راسهم ويتوكلوا على الله والحاجه فاش تثق فيها حتى هي كتثق فيك. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Won't you stand by me?